بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل السلام بالتمام والكمال. ولا تحسبن، وبعض الروايات يقولوا اللي ما يمشيش بالهم العصاة اللي ربي يصبر عليهم، خاطر نعرفوا احنا ديو الله إلون دو لا كولير اي برومبت دو لو جوجمون سويفت اي ريكونينغ. شوف ملك ربي معظم رحمته التي وسعت كل شيء، هكذا قال مولانا وهكذا نسوق لكم ما قال مولانا. لكن نعرفوا عنكم عبر تاريخكم طويل يا معشر المنافقين والكافرين والملحدين والريبيين، نعرفوكم ما تغيرتوا في شيء، معنى أنتم متخلفين شدة التخلف في عالم الفهم، ما عندكم حتى شيء. هاي نقصد الفهم الصحيح، احنا رانا نفهموكم وانتم ما تفهموناش، لذلك تسمحوا لروحكم تسمونا اخوانية ولا الاخوان المسلمين يشربوا ولا عربوا، انما المؤمن اخوة اخوة قال ربي. ونصدق الله ونكذبكم يا معشر المنافقين والشاكين في القرآن العظيم والرافضين لسيرة الأنبياء عليهم السلام ومسؤولياتهم اللي وصلوا عليكم، وهما ما يجبوش يخافوا، لأنه وما على الرسول ولا ما على الرسل إلا البلاغ، بلاغ مبين وصل لك ما أمر به أن يوصل لك. أنت وين؟ هل عملت عقلك تقول هذا نبأ عظيم يهمني ولابد أن تبع هالقائل ذايا، لم أعهده كاذبا ولم أعهده مجنونا ولم أعهده شاعرا. والسلام علينا بالتمام والكمال أهل الإسلام.